بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في مادة التحليل الاقتصادي الكلي بالنسبة لبعض الفصول اللي كانت ناقصانا، الفصل الرابع، وده بيتكلم عن التقييم الاقتصادي للمشروعات. الفرقة الأولى في الفصل الدراسي التاني. أول حاجة عاوزين نعرفها مفهوم التقييم الاقتصادي للمشروعات. التقييم الاقتصادي للمشروعات هو عبارة عن دراسة أثر المشروع على بعض المتغيرات الاقتصادية المختلفة زي الدخل القومي، إنتاجية العمل، العملات الأجنبية. نحن عاوزين ندرس المشروع الاقتصادي، هل هو ليه أثر إيجابي أم أثر سلبي بالنسبة للدخل القومي وإنتاجية العمل والعملات الأجنبية. وفي عندنا مجموعة من المعايير للتقييم الاقتصادي للمشروعات، أهم هذه المعايير الربحية القومية أو العائد الاقتصادي. بالنسبة للعائد الاقتصادي أو الربحية القومية، ده يتمثل في الفرق بين التكاليف من وجهة نظر الاقتصاد القومي والمنافع الاقتصادية القومية التي يخلقها المشروع. وهذا المعيار بيتم استخدامه للمفاضلة بين مشروعين مختلفين، وعايزين نحدد هل المشروع منافعه الاقتصادية أكثر من تكاليفه أم لا من وجهة نظر المجتمع. ويتم حساب العائد الاقتصادي للمشروعات من خلال الاعتماد على بيانات الربحية التجارية، حيث إننا هيجي لي تمرين في بيانات خاصة بالربحية التجارية، ودي ربحية تجارية من وجهة نظر المستثمر. هنعمل عليها مجموعة من التغييرات والتعديلات عشان نقدر نوصل للربحية القومية اللي من خلالها نقدر نحسب معدل العائد الاقتصادي، وذلك على النحو التالي. أول حاجة بالنسبة لقيمة الصادرات، لو المشروع بتاعنا هو مشروع مخصص للتصدير، إن إنتاجه كله مخصص للتصدير للخارج، فطبعا المستثمر بيسجل صادراته بالنسبة للربحية التجارية بتاعته بيسجلها بالسعر الرسمي المعلن للعملة وليس السعر الحقيقي. فإذا لو احنا جينا نحسب الربحية القومية عشان نحسب قيمة الصادرات، لازم نحسبها بالسعر الحقيقي للعملة وليس السعر الرسمي للعملة. فلو جه السعر الرسمي كان أكبر من السعر الحقيقي للعملة، فده معناه إن المستثمر هنا بيسجل صادراته بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية. ولذلك لما نيجي نسجل قيمة الصادرات من وجهة نظر المجتمع أو الدولة، يجب إن احنا نسجلها بالسعر الحقيقي للعملة، ويجب نخفض قيمتها إذا كان السعر الرسمي أكبر من السعر الحقيقي. بالنسبة لرسوم الإنتاج، أي تكاليف أو رسوم بيتحملها المشروع، هذه الرسوم المستثمر طبعا أو المشروع بيسجلها كتكاليف واجبة الخصم، بيخصمها من العائد بتاعه. ولكن من وجهة النظر فإن هذه الرسوم تعتبر إيراد من وجهة نظر الدولة، ولذلك عند احتساب الربحية القومية لابد إن احنا ما نحذفش أو ما نخصمش رسوم الإنتاج من وجهة نظر المجتمع. بالنسبة للضرائب، تعامل نفس معاملة رسوم الإنتاج. الضرائب دي تمثل تكاليف واجبة الخصم من وجهة نظر المستثمر، فالمستثمر بيكون خاصمها في الربحية التجارية، ولكن الضرائب بالنسبة للدولة تعتبر إيرادات، ولذلك لا يتم خصم هذه الضرائب عند حساب العائد الاقتصادي. بالنسبة لتكلفة الخامات المستوردة، نفس الكلام، أي مواد خام بيتم استيرادها من الخارج، المستثمر بيسجلها بسعر الصرف الرسمي المعلن للعملة، ولكن عند احتسابها في الربحية القومية من وجهة نظر الدولة لابد ان احنا نسجلها بالقيمة الحقيقية او سعر الصرف الحقيقي للعملة. والإعانات، لو الدولة ادت إعانة لأي مشروع اقتصادي، فالإعانة تمثل إيراد من وجهة نظر المستثمر، فالمستثمر ده معناه ان التكاليف عنده تعتبر مخفضة ومتسجلة بأقل من قيمتها الحقيقية. والإعانة بالنسبة للدولة عند احتسابها، لابد إن الإعانة أو الدعم لابد من خصمها من ضمن التكاليف عند احتساب الربحية القومية من وجهة نظر الدولة، لأن الإعانة تعتبر مصروف من وجهة نظر الدولة. بعد ما بنحسب ونعمل التعديلات على الربحية التجارية الخاصة بالمشروع عشان نوصل للربحية القومية، يتم احتساب معدل العائد التجاري ومعدل العائد الاقتصادي. والعائد التجاري ده بيساوي صافي الربح التجاري بنقسمه على رأس المال المستثمر في 100، والعائد القومي بيبقى عبارة عن صافي الربح القومي على رأس المال المستثمر في 100.
وإذا كان العائد الاقتصادي أكبر من العائد التجاري فيمكن القول إن المشروع مكاسبه أكتر من وجهة نظر المجتمع. بعد ما نحتسب معدل العائد الاقتصادي ومعدل العائد التجاري نقارنهم ببعض، لو معدل العائد الاقتصادي أكبر فإذا هذا المشروع مفيد ويقبل المشروع طالما إن العائد الاقتصادي أكبر من العائد، وذلك عن طريق احتساب الربحية القومية. هذا الربح التجاري هو من وجهة نظر المستثمر، فإحنا عاوزين نحسب الربحية القومية من وجهة نظر الدولة. هنجري بعض التعديلات على هذا التمرين. نجري ازاي بعض التعديلات؟ ان هو بيقول لي هنا انتاج هذا المشروع مخصص للتصدير، وهذا يعني ان قيمة الصادرات او العائد بالكامل يكون عن طريق سعر الصرف، لان كل المشروع موجه انتاجه للخارج للتصدير. وجي قال لي ان في معلومة تانية، ان سعر الصرف الرسمي اقل من السعر الحقيقي بنسبة 40%، فهذا يعني ان المستثمر يسجل العائد بتاعه بالسعر الرسمي وهو اقل من قيمته الحقيقية. ولذلك عند احتساب العائد لابد من زيادة الفرق بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي، فيجب ان احنا نزود نسبة 40% على العائد او الايرادات الخاصة بالمستثمر عند احتساب الربحية القومية. وذلك عن طريق تاني، هو كان في عائد خاص بالمستثمر كان حاطط 1000 مليون جنيه، فاحنا لازم نزود 40%، يبقى نضرب في 140 على 100 يديني 1400 مليون جنيه، فيبقى اذا قيمة الايرادات الحقيقية هي 1400 مليون جنيه. بالنسبة للبند التاني المواد الخام، هي مسجلة ب 200 مليون، ولكن في المعلومات قال ان المواد الخام في منها 100 مليون خامات مستوردة. اذا طالما اي شيء بيتم استيراده او تصديره فالمستثمر بيسجله بالسعر الرسمي، وبما ان السعر الرسمي اقل من السعر الحقيقي فلذلك يجب زيادة قيمة 40% اللي هي الفرق بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي. فإذا 100 مليون المستوردة لما نيجي نحتسبها يبقى إذا هنضرب في 140 على 100 يديني 140 مليون جنيه، ده اللي هو القيمة الحقيقية. زائد إن ده معناه إن في مواد خام محلية اللي هي 100 مليون الباقية، يبقى إذا قيمة المواد الخام أو تكلفة المواد الخام بالكامل هتبقى 100 مليون جنيه. بالنسبة للضرائب، هو طبعا متسجل في الجدول في المسألة أو في التمرين إن المشروع دافع ضرائب بقيمة معينة، والضرائب تعتبر إيراد من وجهة نظر الدولة. لذلك لما نيجي نحسب الربحية القومية الضرائب هنحطها بصفر، فلا يتم خصم هذه الضرائب كتكاليف من وجهة نظر الدولة. أجور العمال، هو قال إن المشروع بيساهم في خفض البطالة بنسبة 25%، إذا هذا يمثل او يعتبر ان المشروع مفيد على المستوى القومي لانه بيوفر فرص عمل. ولذلك لما نيجي نخصم تكلفة الاجور من وجهة نظر الدولة لابد ان احنا نخصم نسبة 25% اللي ساهم المشروع فيها. فاذا كان تكلفة الاجور العمال 200 مليون، لما نيجي نخصم هنقول ناقص 25% من 200 مليون، يبقى اذا تكلفة الاجور الحقيقية هتبقى 150 مليون. وبعد ذلك وبعد الأخذ في الاعتبار هذه الملاحظات يجب تحديد الربحية التجارية كما يلي. بالنسبة للعائد أو الربحية التجارية، دي البيانات الموجودة في المسألة نفسها والتمرين، بنحطها زي ما هي. وصافي الربح التجاري 350. الربحية القومية بعد التعديل احنا عدلنا العائد بقى 1400 مليون جنيه، وادي تكلفة المواد الخام بال240، أجور العمال الجديدة 250، هنحط مصروفات البيع والتوزيع زي ما هي 60 مليون، والإهلاك 40 مليون، والفوائد 50 مليون. والضرائب قلنا طالما إن الضرائب تمثل إيراد من وجهة نظر الدولة فلا يتم خصمها ضمن التكاليف، ولذلك إجمالي التكاليف 540 مليون، وصافي الربح القومي 860 مليون. وبعد ذلك يتم استخدام صافي الربح التجاري وصافي الربح القومي النهائي لاحتساب العائد التجاري والعائد القومي ما يلي. العائد التجاري بنقسم صافي الربح التجاري على رأس المال المستثمر في 100، 350 مليون على 900 مليون، ودي معطى في التمرين في المعلومات ان رأس المال المستثمر 900 مليون في 100 هيديني 38.9%. العائد القومي صافي الربح القومي على رأس المال المستثمر في 100، فصافي الربح القومي احنا تم احتسابه في الجدول السابق 860 مليون على 900 مليون في 100 هيديني 95.6%. وبعد ذلك بنقارن العائد القومي 95.6
بالعائد التجاري 38.9، فإذا العائد القومي أكبر من العائد التجاري، لذلك فالمشروع يحقق مكاسب أفضل من وجهة نظر المجتمع والمشروع مقبول. شكرا وانتهى الفصل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.